السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة العالم الجليل، الله يغفر لي ولك، تفضل. السؤال الأول فضل مولانا، السؤال الأول، أنا راجل دلوقتي وسيط عقارات، طيب، والمعروف إن أنا ساعات باخد عمولتي وبعدين يرجع المستأجر إن أنا كده ملهوش، فدلوقتي لما يطالبني وأنا خلاص عملت شغلي هل له حق؟ يعني أنت وكيل عقارات سمسار وسيط، هي وصلت المستأجر إلى المالك وأخذت عمولتي، أخذت عمولتك، وبعد ذلك هو بعد ما تم كل شيء المستأجر رجع في كلامه، ليس عليك شيء أنت.